تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا الاعلامي والصحفي العراقي الاستاذ سيد زياد السنجري. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. الى اي مدى ترى ان تحالفا الفتح وسائرون يتحملان مسؤوليه فشل حكومه عبد المهدي؟ اهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناه الرافدين. نعم بكل تاكيد نشاهد ما يجري الان على الساحه السياسيه وما تشهده من صراعات والقاء باللوم والفشل بين الكتل السياسيه الحاليه في العراق وخاصة بين الكتل الرئيسية ومن ضمنها كتلة سائرون، حيث تلقي اللوم على حكومة عادل عبد المهدي. ولكن علينا كلنا أن ندرك جيدا بأن الكتل السياسية الآن التي تتبرأ من الفشل الحكومي هي مشاركة بطريقة أو بأخرى، ولديهم مرشحين في داخل هذه الحكومات، ولديهم أعضاء ووزراء ومدراء مكاتب، وكلنا ندرك جيدا بأنهم في خط واحد، وإن كان في الإعلام يختلفون ولكنهم في خط الامتيازات يشتركون ويتقاسمون ويتحاصصون على حساب الشعب العراقي. نعم، هل قدمت حكومة عبد المهدي ما يمكن أن يعد إنجاز خلال الفترة الماضية برأيك؟ نعم قدمت الحرائق، قدمت الفشل الكبير في معالجة ملفات مهمة، ملف الكهرباء، ملف المياه، ملف الحدود، ملف الأمني، كل ذلك يعتبر إنجازات فاشلة لحكومة عادل عبد المهدي، كما هي الإنجازات السابقة لحكومات حزب الدعوة في العراق، وهذا ما نشاهده اليوم. درجات الحرارة تصل إلى 46 ولا يوجد ماء ولا يوجد كهرباء. اليوم حرائق كبرى في حقول المشراك في جنوب مدينة الموصل ولا توجد عجلات لإطفاء تلك الحرائق. نعتقد بأن حكومة عادل عبد المهدي تمثل حلقة الأضعف بين الحكومات العراقية السابقة، وهي كانت أيضا ضعيفة، ومع ذلك عادل عبد المهدي مرشح تسوية للفشل في داخل العراق، حيث لم يستطيع أن يقدم أي شيء ملموس أو أي تحسن ملموس على أي مستوى خدمي وإنساني وفي كافة القطاعات الدولة، حيث لم يستطع أن يقدم شيء حقيقي للشعب العراقي. الآن يبدو أن لعبة المحاصصة هي الحاكمة في تعيين الوزارات والدرجات الخاصة، هل يمكن للمحاصصة برأيك أن تحل أزمة العراق؟ العفو يرجع إعادة السؤال. لعبة المحاصصة هل هي من الممكن أن تحل أزمة العراق برأيك؟ بكل تأكيد شاهدنا القوائم وشاهدنا المحاصصة التي تجري الآن في العراق على مستوى رؤساء أقسام ومدير عام ودرجات خاصة وكلاء وزراء ووزراء، وهي المحاصصة المقيتة التي نشهدها منذ عام 2003 لحد الآن. هي المحاصصة التي تستبعد وتقوم على استبعاد الكفاءات العراقية من مناصبها. هناك مدراء ممتازون، هناك كوادر متقدمة لدينا، ولكن بكل تأكيد بأن الحكومة العراقية والحكومات السابقة مصرة على مبدأ المحاصصة ومبدأ التقاسم بين الكتل السياسية لأبسط الدرجات الوظيفية، مما يعني تقديم أسوأ الخدمات للمواطنين هذا إن وجدت هذه الخدمات. ونعتقد بأنه مبدأ فاشل جدا، لا يمكن إدارة الدولة العراقية بهذه الطريقة، وهي طريقة حتى الدول المتخلفة لا تستخدمها، وإنما تستجلب وتستحصل كفاءات من خارج العراق ومن داخل العراق لكي يتبوؤون تلك المناصب المهمة في داخل الدولة العراقية، عكس الحكومات الحالية التي تعمل على طرد الكفاءات واستئصالها واجتثاثها من كافة مفاصل الدولة. سيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.